مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم. قادم في طريقكم شخص هو نفسه لا يمثل تحدي إليكم، ليس إنسان صعب أو صعب العشرة أو فيه أمور تتعلق بظروفه الشخصية تخليه صعب، وإنما أحس أنه محيطه صعب بسبب على الأغلب أسرته أو بيئته، البيئة فيها شيء صعب، ولكن انت معاه اشوفكم في طاقة الاتفاق. اغلب حروف اسمه عندنا حرف الباء، حرف الشاء، الشين، حرف الالف. برجه طاقة نارية حاضرة بقوة، على الاغلب هذه طاقة برج القوس وطاقة برج الحمل. اوكي، وعندنا ايضا طاقة برج السرطان موجودة في القراءة. وقت اللقاء نبتدي اول هني خانة عندكم في القراءة. وقت اللقاء بعد شهر 9، على الأغلب مو في شهر 9، صح الكرت اللي طلع يقول لنا شهر سبتمبر، وإنما اللي أحسه هني بعد شهر 9، يعني من شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر آخر 3 أشهر بالسنة، هذه بيكون فيها أغلب وقت احتمال تلتقون باختصار شديد جداً. ممكن أيضا التواريخ اللي فيها 9 أو 3، أنا أشوف التاريخ راح يكون فيه رقم 3 والشهر راح يكون بعد شهر 9، يعني مثلا تاريخ 3 من شهر أكتوبر، تاريخ 13 من شهر أكتوبر، تاريخ 23 من شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر. عرفتوا قصدي؟ هذه التواريخ رقم 3 والـ9 ومرادفاتها هي اللي راح تكون فيها احتمالية اكثر للقاء بينكم. انزل، ولكن اشوف احتمال ايضا كبير انه يكون في وقت الصيف مو في وقت الشتاء الالتقاء بينكم. فصل الصيف او فصل على وشك ان تدخلون في موسم على الاقل الربيع. خلينا نشوف مكان اللقاء. هذا المكان فيه سياج، او فيه حاجز امني. انزين، احتمال انه يكون نقطة تفتيش، يمكن يكون مثلا تعبرون من دولة الى دولة، منطقة عبور. انزين، عند الشرطة، في هني حرس، في هني امن، مقر للشرطة، فهني كل هاي الاماكن راح يكون فيها سور مرتفع او حاجز امني كبير. انه هني راح يكون مكان الالتقاء بينكم، على الأغلب ممكن يكون هو أحد أفراد الأمن، ولكن مو شرط، ممكن يكون شخص عابر مثلكم مثله. تذكروا قاعدة أشوف هي سياج أمنية طويلة ومصنوعة من الحديد والألمنيوم، لونها فضي أو أبيض. أوكي، هذا بيكون مكان اللقاء، مكان فيه تدقيق، مكان فيه يشوفون الهوية أو بطاقة الأمن، فيه نوع من التدقيق والتفتيش. خلنا نشوف الحين مواصفات شكله. هذا الشخص متوسط الطول، او ممكن يكون طوله في حدود ما بين 170 الى 185، يعني حتى لو طويل ما راح يكون طويل جدا. لا، انزين، قوامه ممشوق، نعم رشيق، يميل الى انه رشيق. بشرته حنطية الى قمحية، يعني اسمر في هذه الدرجات قمحية. اوكي، شخص ليس كثيف الشعر، على الاقل في لحيته ما اشوف ان لحيته كثيفة. اوكي، وجهه يميل انه يكون طويل اكثر ما هو مثلا مدور، اذنه متناسقة مع وجهه، فايضا اذنه تميل الى ان تكون طويلة اكثر ما هي مثلا مدورة. راح تلاحظ هذا الشيء لان وقتها قاعدة اشوفك راح تستطيع ان ترى في وقت اللقاء إذنه ورأسه، لأنه ما يلبس مثلا قبعة، ما راح يكون لابس ثوب أو شيء يغطي رأسه وقت اللقاء. زين، هذا الشخص إذا رحنا بنوصف شكله أو جماله نقول عنه مملوح، ما يوصل إلى مستوى الجمال جمال يوسفي، وإنما شكله فيه من ملامح اللي تجذب الناس، يسمونه مملوح. أوكي، خلينا نشوف ايضا. اشوف في وقت اللقاء راح يكون لابس تي شيرت، ملابس رياضية، ملابس مريحة. اوكي،
تي شيرت ويكون مثلا السروال او التراوزر راح يكون ايضا تراوزر رياضي، يعني البدلة كلها على بعضها رياضية ومريحة وخفيفة. انزين ماسك بيده شيء في وقت اللقاء، اما ماسك بيده طفل او قاعد يدفع شيء، يدفع عربة، يدفع طفل، يدفع مثلا شخص كبير بالسن. انزين او ماسك حتى بيده، اشوف هني جهاز النداء، لا تنسون طاقة النقطة الامنية. ممكن ايضا يكون ماسك جهاز نداء ولكن ماسك في يده شيء لازم يوجهه، مطلوب منه انه يوجه الشيء اللي ماسكنا في يده. اوكي ملامحة طفولية، ملامحة بريئة، ملامحة ناعمة وليست حادة. اوكي هذا في نقطة هنا نسيت اقولها، هذا الشخص جذعه طويل. ما اقصد بالجذع، الجذع هي في اشخاص رجلهم طويلة، هذا الشخص الجذع اللي هي من منطقة السرة او من منطقة البطن الى منطقة الاكتاف، هذه المنطقة عنده طويلة. ما ادري اذا راح تلاحظون هذا الشيء في اول لقاء، بس كل شخص قدرته على الملاحظة تختلف. اللي بعده مواصفات اطباعه، خلينا نشوف هنا. هذا الشخص شخصيته غير مسيطرة، موسي السيد. انزين شخصيته هادئة، يميل الى المغامرة والضحك والمزح، يعني غير جاد 100%. مو ما اقصد غير جاد بالارتباط، لا، ما يأخذ الحياة بشكل جاد، ما يأخذ الحياة بشكل ثقيل، طاقته غير متشائمة، بالعكس طاقته تميل الى، حتى لو مثلا عمره في نهاية العشرينات او في الثلاثينات تشوف طاقته طاقة شخص مراهق، قلبه حي. هذا اللي راح تلاحظه بخصوص اطباعه. انزين هذا الشخص لا يخجل انه يسوي معاك اي كونتاكت، يحب انه ينظر في اعين الاخرين وينظر الى عينك بشكل مباشر. اوكي وفي مخلص، ما عنده لف ودوران، ما يعرف يكذب، لا يجيد الكذب اصلا كلغة، يحب السفر، قليل البقاء في المنزل لانه هو اعزب حاليا. اوكي قليل البقاء في المنزل، يحب السفر، احس هني يحب انه يخرج مع الاصدقاء كثيرا، يحب انه يلعب، يمارس رياضة معينة في وقت الفراغ. انزين لا تنسى جسمه رياضي او ممشوق. انزين في بيتهم، هني ننتقل الى البيئة اللي قلت لك، البيئة راح تمثل لك تحدي عند هذا الشخص، بيئة المحيطة فيه. عنده هني طاقة امرأة، ام او اخت، ممكن تكون حتى زوجة اخ، ترى زوجة اخ، امرأة مسيطرة جدا، يعني لو كانت مثلا والدته متوفاة، اذا ما كانت اخته راح تكون زوجة اخوه. عندهم امرأة داخل المنزل جدا مسيطرة، جدا شو نسميها هذه الامرأة، جدا مسيطرة، متحكمة. اوكي الكلمة كلمتها، تمشي البيت على مزاجها. فاهواني عشان كذي تشوف شخصيته ليست محبة للسيطرة، لانه متعود ان في شخص ثاني هو اللي يمسك بزمام الامور. زين دائما هذا الشخص داخل منزله يعطونه مسؤولية انه يسوي بيبي سيتنج او يمسك احد الاطفال. اوكي داخل المنزل دائما اذا في احد دخل منزلهم وعنده طفل دائما يعطونه هذا الشخص، عشان كذي تشوفونه قليل البقاء في المنزل. يحب الاطفال، اي يحبهم زين، بس عنده رياضة اهم من الاطفال. خلينا نشوف الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج. للامانة هذا الشخص راح يكون جدا كريم معاك ويذكرك في اشياء كثيرة، يذكرك في كل التفاصيل، يعني يذكرك في الهدايا، راح يذكرك كثيرا ايضا في المكالمات الهاتفية. زين وجوده راح يكون جدا قوي في حياتك ما قبل الزواج، ولكن كل الاشياء اللي راح يقدمها لك راح يطلب منك او
او راح تكون طبيعتها ان لازم احنا يا برج الحوت، نعم هذه الهدية تفضلها، ولكن دائما لازم تبقى شخصية او سرية بيني وبينك لفترة ما قبل الزواج. اشوف هنا ان اثنينكم راح تكونون حريصين ان العلاقة تكون سرية مو معلنة، تمارسون الحذر في العلاقة، خصوصا لان بيكون وجوده قوي، احتمال حتى يطلب منك ان، لان هذه طاقة انه يودع شيء عندك. هذا الشخص راح مثلا يسألك اي نوع من الاكل تشتهي، وراح يجلب لك الاكل اللي تشتهيه ويضعه مثلا امام المنزل ويرحل. هذه طاقة انه يعطيك هدية. اشوف هنا ايضا راح يعطيك هدية تمثل الالتزام اللي بينكم قبل الزواج، ممكن تكون سوارة في اليد او خاتم في اليد. يحب جدا ان يهدي الذهب، المجوهرات الثمينة، يعني ما يهديك اكسسوارات، يحب ان يهديك ذهب. وراح يطلب منك ان انت تحافظ على هذا الشيء او تخليه عندك لحد ما يصير الارتباط، عرفت؟ يروح بنفسه يختار لك اشياء، يأتي لك باشياء، اكل، مجوهرات، هدايا. شخص راح يذكرك كثيرا في الهدايا، خصوصا الهدايا المعنوية. وفي شيء انت راح يعطيك اياه حتى قبل الزواج، راح يودع شيء عندك، شيء ثمين. قلت لك من احتمالاتها ان تكون شيء من المجوهرات او حتى اموال، او حتى شيء هو لا يثق انه يخليه داخل البيت، لان عندهم هذه الامرأة المسيطرة. راح يودع عندك شيء، يقول لك والله يا برج الحوت خل هذا الشيء عندك، مع ان شيء ليس ضروري او جدا مهم، او ولكن هو حذر ويثق فيك، جدا يثق فيك، وراح يودع هذا الشيء عندك. يمكن حتى يودع عندك امواله، تصير عنده اموال زياده، يقول خلهم عندك برج الحوت، لان اعرف ان اذا بقوا عندي راح اصرفهم. هذه الطاقه راح تساعدك مع هذا الشخص، هذا الشخص راح يثق فيك وبسرعه تقدر انت، لانه يثق فيك تقدر تخلي اعتماده ينتقل من هذه الامراه اليك. اوكي، ننتقل الى الجانب اللي بعده، اسرته شوي غريبة، ولكن ما في شيء، لان انت برج الحوت انت سهل بالنسبة لك ان تتعامل مع الاشخاص حتى الصعبين. انزين، احب اذكرك بموطن قوتك، لان هذا اسرته شوي غريبة او فيها عدم توازن. هذا كرت يمثل التوازن، ولكن انا احس فيها عدم توازن في الكلمة اللي تمشي في البيت. يعني مثلا الاب عندهم هو اللي شكليا يدير البيت، ولكن فعلا اللي قاعدة تدير البيت هي هاي الامرأة اللي قلت لك طاقتها جدا قوية. ما في شيء يصير في البيت، يوقع في البيت، يطلع من البيت الا تحس فيه او تعرف عنه او تتدخل فيه. انزين، فهني في عندهم عدم توازن داخل البيت، هو عارف هذا الشيء وينتظر الفرصة المناسبة، لان عنده طاقة الخروج التكتيكي شوي شوي، مو مرة واحدة. انزين، ينتظر الفرصة المناسبة مع الشريك المناسب اللي هو انت، عشان شوي شوي يبتدي يرجع حياته الى الطريق الصحيح، لانه هو حاليا احس انه مخنوق. انزين، اكثر خواتم اناث متزوجات ومستقلات بعيدا عن البيت. انزين، خلنا نشوف، في عندنا رقم 7، في احتمالنا في فترة زمنية طويلة. انزين، في فرق كبير بالسن ما بين اخوته وما بين اهما، هو كأنه صاير اصغر منهم بكثير على الاغلب. انزين، يمكن ابوه مزواج، بس مو شرط، ممكن ابوه ايضا عنده نوع من المشاكل. انزين، ولكن دام انا طلعت طاقة مائية، فهذا يقول لي ان ما في شيء برج الحوت راح يكون صعب عليك، حتى الاشياء اللي تمثل تحدي انت راح تقدر تديرها بشكل جدا حكيم وبشكل سلس. هو يبحث عن ان يغير حياته ووضعه الاجتماعي بشكل سلس، لان في شيء عندهم داخل البيت غير مستقر. دائما مثلا المرأة لازم تكون
تمثل عمود من أعمدة البيت، الرجل يمثل العمود الآخر. الرجل يختار يكون عنده سيطرة على بعض القرارات، المرأة لها سيطرة على قرارات أخرى متعلقة بالمنزل. في شيء مفقود عندهم داخل البيت. إنزين خلنا نشوف. ويأتي من أسرة مذهبها مثل مذهبكم، دينها مثل دينكم، من نفس الدولة، ما في فروق اجتماعية واضحة، ولكن تصرفاتهم كلش غير عن تصرفاتكم. أشوفك برج الحوت، أنت تأتي من أسرة طيبة، بسرعة تتآلفون مع الآخرين، بسرعة بشوشين أنتو، إنزين، وحتى الأسرة اللي تأتون منها بشوشة وطيبة وسريعة الثقة بالآخرين. هذه الأسرة اللي يأتي منها عكس، يعاملون أي شخص لا يعرفونه أو جديد عليهم بشك كبير. وايد صعب عندهم في أسرته أن يكونون بشوشين أو يحسسونك أن أنت مرحب فيك في البداية خصوصا، إنزين، أو حتى يثقون فيك وفي أهلك خصوصا في البداية. يعاملون الأغراب أن دائما أنتم محل شك، فهذا هو التحدي اللي بيكون مع هذا الشخص، مو مع نفسه هو وإنما مع أهله. خلنا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. هني زين، المكان اللي راح تعيشون فيه راح يكون على الأغلب في الطابق الثالث، مكان مرتفع، مكان فيه الكثير من السلالم. يعني عشان توصل لبيتك تضطر أن تركب الكثير من السلالم عشان توصل إلى هذا المكان. على الأغلب هي شقة أو قسم خاص فيكم، ممكن يكون في بيت أهله بس مو شرط، بيت أهله صغير، ممكن يكون مكان قريب من بيت أهله. إنزين، هذا المكان واسع اللي راح تسكنون فيه، ولكن منعزل أو بعيد عن المنطقة اللي أنت تألفها يا برج الحوت. يعني إذا أنت متعود على مدينتك وأهلك، هذا السكن راح يكون بعيد عنهم، نوعا ما منعزل، يأخذك وقت طويل عشان توصل إلى المدينة الأساسية، عشان توصل إلى أهلك، عشان توصل إلى الأسواق، المحلات التجارية، بعيد عنهم. إنزين، نوعا ما منطقة منعزلة أو قرية بعيدة شوي صايرة، تضطر أن تمشي في خط طويل عشان توصل إلى مكانك القديم أو إلى أهلك أو إلى السوق حتى. إنزين، يمكن نوعا ما بتحس في الوحدة في البداية في هذا المكان، ولكن الوحدة دائما تذكر أنه راح تكون مؤقتة، لأن بعدين راح يصير عندك أبناء، راح تصير مشغول، راح تبتدي تتعود لحد ما الله يفرجها وتستطيع أنك تنتقل مع الشريك إلى مكان آخر. خلينا نشوف هني ماذا سيحب فيك الشريك. طاقة الأرض هذه تمثل القوة. أنت هذا الشريك أصلا، هذا الشخص أصلا قاعد يبحث عن طريقة للخروج من البيئة اللي هو يأتي منها، لأنه ما تعجبه، لأنه لا يرتاح فيها. يأتي من أشخاص غير ودودين، بيئة أشخاص غير ودودين، وهو جدا ودود، فعشان تذي تشوفه قاعد يحاول يبحث عن شخص مثله يشابهه، ودود ودود، صديق للجميع، عشان يخرجه، بالعكس يبعده عن هاي البيئة اللي هو يحاول يبتعد عنها. فاللي يحبه فيك ان انت في البداية راح تستطيع تتعامل مع اهل الصعبين باحتراف، راح تستطيع اذا رغبت، راح تستطيع، طاقة متوفرة عندك. انزل، يحب ان تكون كلمتكم واحدة وتكونون دائما متفقين، لان كلمته بروح الحين هو كاعزب ضعيفة وما تمشي وما حد قاعد ينفذها، لكن كلمته لما تصير مع كلمتك في بيت واحد تحت سقف واحد راح يبتدي يصير كلامه يتنفذ. انت راح تكون موطن قوة عند هذا الشخص، زين، السند ماله، الشخص اللي بالعكس تضيف له، تخليه يمكن حتى يتجرأ انه يختار، يتجرأ انه يخالف بيئته، يخالف اهله. زين، يحب وايد كثيرا فيك ان انت مو بس تسمع كلامه، خصوصا راح يثق فيك زيادة في البداية اذا انت صرت تسمع كلامه ومتفاهم معاه وما تكسر كلمته. وايد وايد راح يحب فيك طاقة التفاهم. والحين راح اسحب لكم كارت رقم 9 عشان نشوف هل راح يكون من دولتك ولا دولة اخرى.
من منطقتك ولا منطقة أخرى؟ منطقتكم يا برج الحوت احتمال كبير راح تكون مسقط رأس أحد والدينا، احتمال كبير. الوالد اللطيف، الوالد المغلوب على أمره، أو أحد الوالدين على الأقل. الشخص اللطيف هني في أسرته راح يكون من منطقتكم، من مدينتكم. الشخص الثاني من منطقة ثانية أو دولة ثانية، عشان كذي تشوف عندهم هني شيء غير مستقر، أحد منهم لطيف وأحد منهم غير لطيف. إنزين، ولكن حاليا لا يسكنون قريب منكم، لا بالعكس يسكنون في مدينة أخرى، يسكنون في مسقط رأس احتمال كبير الوالدة. هي اللي قاعدة تضخ هذه طاقة التحكم، أوكي؟ هي من منطقة أخرى، احتمال كبير من ثقافة أخرى، يمكن حتى من جنسية أخرى، لذلك قاعدين يتبعون كلامها، كلامها هي هو اللي قاعد يمشي. أوكي عزيزي برج الحوت، ما أشوف في هذا الارتباط أو هذا الشريك أي شيء، أي تحدي أنت ما راح تكون قادر على أن تتخطى. أنت تملك من الحكمة، من الذكاء الاجتماعي خصوصا، ما يخليك مناسب جدا لهذا الوضع، لذلك شفنا طاقة هذا الشخص راح تكون جدا مناسبة لك عزيزي برج الحوت. أشوف مستقبلك مع هذا الشخص مستقبل فيه الكثير من الحب والتفاهم والكلمة الواحدة، توجه الواحد في العلاقة. أوكي؟